خلونا مع بعض نبدأ أخبارنا والقصص والحواديث اللي بتخرج من بين سطور الأخبار من اجتماع المجلس القومي للسكان امبارح برئاسة رئيس الوزراء. رئيس الوزراء في البداية قال إنهم شكلوا المجموعة الوزارية للتنمية البشرية مخصوص علشان قصة السكان دي. قصة السكان في مصر عبارة عن شفاط كبير بيشفط التنمية، يخليك دايما مش حاسس إن في حاجة أصلا بتتعمل. هنا واحد من ناسنا وأهلنا الكرام ممكن يسمعني بقول كده، ألاقيه يقول لي أنت بتقول يا أستاذ السكان في أي حتة في الدنيا اسمها ثروة سكانية، ما هياش أزمة أبدا، ما هياش شيء بيضغط على التنمية. بص حتى للصين، الصين دي اللي عدد سكانها 1,400,000,000 إنسان ما قالوش عمرهم إنها أزمة ولا حاجة. بص للهند، بصوا لدول كتير بالشكل ده. فبلاش الحجج بقى الوهية بتاعت السكان والزيادة السكانية اللي واجعين دماغنا بيها بقالكم سنين وسنين وسنين، ده كل مولود بيجي برزقه. هنا تبص له كده وتقول له لا ثانية واحدة، لازم ولا بد نقف عند الكلام ده، لأن في ناس كتير من ناسنا وأهالينا الكرام بيصدقوا الكلام ده وهو جزء كبير منه مش حقيقي. احنا دلوقتي بنتكلم في عدد سكان مصر النهاردة وصل في يوليو 2024 ل 106,566,000 إنسان مصر، يعني 106.5 مليون بني آدم عايشين على أرض البلد دي. جهاز التعبئة العامة والإحصاء المصري قال لك إن مصر بتزيد 2 مليون نسمة كل سنة، ده طبعا غير 9 مليون من اللي لجأوا البلد بسبب الظروف الموجودة في بلدهم، والرقم ده للعلم يعني قبل الحرب بتاعت السودان، الحرب الداخلية في السودان. رئيس الوزراء قال لنا في يناير اللي فات إنهم هيعملوا تدقيق لأعداد الضيوف أو أعداد اللاجئين اللي لجأوا لبلدنا، لأن الواقع شيء تاني خالص، وحضركم حاسين ولمسين الأعداد عاملة إزاي وضغطة بشكل مهول على الأسعار وعلى الخدمات اللي موجودة في البلد إزاي. بس نرجع مرة تانية للي شايف إن كتر السكان عبارة عن ثروة لازم نستغلها، بس الحكومة هي اللي مش عارفة تستغلها كويس، وبيضرب مثل بالصين. أقول له حاضر من عينيا نروح للصين. الصين عدد سكانها كبير صحيح زي ما أنت ما قلت، بقت مصنع العالم، بس في نفس الوقت اللي أنت بتقوله يندرج تحت بند الوعي الزائف. طب ليه وعي زائف؟ أقول لك لأن الصين بالفعل اشتكت من عدد السكان، مش شايفها ثروة ولا حاجة، شايفها أزمة بمعنى الكلمة، بتشفط أي تنمية بتعملها الصين. وعلشان كده هنلاقي الصين وقفت تماما القصة دي ويعني حربتها بكل قوة. طب إزاي؟ أقول لك هنلاقيها جت في سنة 1978 قامت محددة إن لكل أسرة صينية تخلف طفل واحد بس، اللي هي سياسة الطفل الواحد في الصين. الكلام ده إمتى؟ سنة 78. لو الأسرة التزمت بسياسة الطفل الواحد يا أهلا وسهلا، هنا تتمتع بالمزايا اللي بيقدمها لها الحزب الشيوعي الصيني الحاكم. أما بقى الأسرة اللي مش هتستجيب وتخلف أكتر، هنا بتتقابل بعقوبات ممكن توصل للسجن أصلا في الصين. المهم فضلت الصين على الحال ده، سياسة الطفل الواحد فقط، لحد ما وقفت على رجليها وبقى بيطلق عليها مصنع العالم، إمبراطورية اقتصادية بيتعمل حسابها بالطبع. فجت في سنة 2016 لقيت إن عدد السكان في الصين بيقل يعني بشكل كبير، اكتشفوا ان عدد المواليد بقى قليل، كبار السن اللي مش قادرين يشتغلوا ينتجوا عددهم بقى اكبر. طب الصين محتاجة للقوة العاملة لكل ايد بتشتغل علشان تحقق حلمها تبقى القطب الاول في العالم مكان امريكا، فهمت؟ عاملة ستوب للقصة دي، وقفت سياسة الطفل الواحد وسمحت بطفلين اتنين. امتى الكلام ده؟ قال لك من 8 سنين سنة 2016، بعد 38 سنة من تطبيق سياسة الطفل الواحد فقط في الصين، لأن الصين كانت شايفة زيادة السكان أزمة، مش زي ما أنت ما بتقول إن هي ثروة. مش بس كده، أنت بتتكلم كمان في 2021 الصين سمحت بسياسة الثلاث أطفال مش الطفلين ولا الطفل واحد. برضو نفس الكلام، متوقع إن عدد سكان الصين مش هيثبت زي دلوقتي، لا ده هيقل، يعني على 2050 إن شاء الله هينزل لمليار و320 مليون، يعني هتفقد الصين 100 مليون بني آدم عن اللي موجودين دلوقتي من عدد سكانها، في الوقت اللي احنا كمصر متوقع اننا نزيد قرب الضعف، يعني هنوصل في سنة 2050 ل 194 مليون بني آدم.
في 26 سنة بس، ودي أرقام ضخمة جدا على نفس المساحة الصغيرة اللي انت عايش عليها. خلي بالك الصين 9.5 مليون كيلومتر مربع، انت مليون كيلومتر مربع ومش عايش عليهم كلهم، ده انت عايش على أقل من 10% أصلا من مساحة بلدك لأن أغلبها صحراء. احنا كنا سنة 1982 كان عدد سكان مصر كلهم على بعضهم 44 مليون إنسان، يعني زدنا بتاع 62 مليون إنسان في حوالي 42 سنة، شيء رهيب جدا أصلا. يعني انت من ساعة ثورة يناير 2011 لحد النهاردة زدت أكتر من 26 مليون إنسان، 26 مليون إنسان في السنين القليلة اللي فاتت. نكمل لفة حوالينا العالم، بص كمان مش لازم نبص للصين وخلاص، نروح للبلد الأكبر في عدد السكان وفي نفس الوقت كمان الأكثر تقدما في اقتصاد أوروبا، نروح لألمانيا. ألمانيا لما تيجي تبص لها في آخر 29 سنة هتلاقي ألمانيا كانت سنة 95 عدد سكانها 83 مليون إنسان، مصر كانت في الوقت ده كام؟ 62 مليون، يعني ألمانيا كانت أكتر مننا ب 21 مليون بني آدم. دلوقتي في 2024 ألمانيا زادت مليون واحد بس، يعني ألمانيا وصلت ل 84 مليون، مصر بقت 106 مليون. هنا حد من ناسنا الكرام يقول لي أيوة بس كل واحد فيهم بيتولد برزقه، هنا أقول لك طبعا بيتولد برزقه، مش هقدر أجادلك أبدا في القصة دي، ومفيش حد برضو بيموت في من الجوع، دي قاعدة أصيلة موجودة عندنا هنا في بلدنا. لكن أنت بتدور على الأكل والشرب وإنك تعيش وبس، ولا عايز تعيش برفاهية؟ بتقارن نفسك بدول برة تبقى مرتاح تبقى مش مضغوط؟ أكيد كل واحد فينا عايز يبقى مرتاح مش مضغوط، واسمح لي أشرح لك بالأرقام برضو القصة ماشية إزاي. بص يا سيدي، أنت هنا في مصر كل تركيزك بالفلوس اللي معاك تبني مدارس وجامعات جديدة للـ 44 مليون بني آدم اللي جولك اللي أنت زدتهم ما كانوش موجودين قبل كده، في الوقت اللي ألمانيا نوعا ما تعتبر ما بنتش مدارس جديدة ما بنتش جامعات جديدة ولا مستشفيات جديدة لأن عدد السكان عندهم شبه هو ده، زادت مليون واحد فقط في كل الفترة اللي فاتت. طيب عملوا إيه بفلوسهم الزيادة؟ قالك ألمانيا وجهت كل تركيزها وكل فلوسها إنها تدلع الناس، إنها تحسسهم بالرفاهية، وجهت فلوسها للإبداع للبحث العلمي، إحنا بنتكلم في التعليم فقط. طبق الكلام ده على كل المجالات بتاعت الحياة هتلاقي نفس القصة بالظبط، ال 44 مليون إنسان اللي انت زدتهم هنا في مصر محتاجين مية، محتاجين صرف صحي، محتاجين أكل، وظائف، خدمات، كهرباء، تليفونات، ما نرجعش مرة تانية بقى نشوف العشوائيات، فمحتاجين كمان إسكان، في الوقت اللي ألمانيا بتشتغل على رفاهية ناسها وبس لأنها تعتبر ما زادتش. يعني فكر وقول لنفسك قبل ما تقارن نفسك وبلدك بمستوى الرفاهية اللي موجود في دول تانية وتكتئب ويجي لك إحباط، بص الأول وقول اللي بتصرفه على 44 مليون إنسان مصري الزيادة السكانية اللي جات لنا كان إيه هيحصل لو أنت ما زدتهمش؟ مش كانت الفلوس دي هتحسن حالة الناس، رفاهية الناس أكتر؟ أمر طبيعي. الأرقام بتقول مصر مرشحة في التسع سنين اللي جايين إن شاء الله تزيد 17 مليون إنسان، تركيا هتزيد 3 مليون فقط، 3 مليون بس، أنت 17 مليون، يعني بنزيد مولود كل 15 ثانية، أربع مواليد كل دقيقة، أنت بتكلم في رقم ضخم جدا، كل يوم بتزيد 5600 إنسان. وللي بيحبوا بقى يقارنوا مصر بأيام الملكية أقول له سنة 1930 كان عندنا 3000 طالب في الجامعات، النهاردة 30 مليون طالب في التعليم، كان في 1036 مدرسة، النهاردة 60,000 مدرسة، فرق شاسع طبعا. ونرجع لحالنا الحالي وكمان غير عدد السكان، لو في اللحظة اللي بنتكلم فيها دي ملايين برضو الضيوف اللي جولنا من الدول اللي حوالينا لو اتحلت مشاكل بلادهم ورجعوا مرة تانية على أقل تقدير يا سيدي هتلاقي فجأة توفر لك بتاع قول 15 مليون إزازة زيت، 15 مليون فرخة، 5 مليون كيلو لحمة، توفر 3-4 مليون شقة، هدوا أسعار الشقق اللي طلعت في السماء الفترات اللي فاتت في أسعار الإسكان ترتاح شوية، اسعى على كل ده السلع والخدمات فتلاقي الدنيا تهدى أكتر وأكتر، ومحدش يقول جايين بفلوسهم زي ما بنسمع كتير اليومين دول، لا مع كامل الاحترام وهم طبعا فوق راسنا، لكن لما بيجوا يشتروا مثلا إزازة الزيت بيشتروها بالجنيه المصري مش بالدولار، الدولة هي اللي بتفتح بقى الاحتياطي الدولاري اللي موجود في البنك المركزي علشان تشتري الزيت من بره، لأنك بتستورد من بره 97%
من الزيت، فده ضغط على الدولار، فكأنك بتحط دولار في جيبه بس بشكل غير مباشر مش واضح. اللي واضح عند الناس هو غلاء بس أسعار الشقق والإيجارات وبس، لكن في حاجات تانية، الأكل والشرب والسلع وكل حاجة موجودة في البلد. حد يقول لي أنت عايزهم يشتروا بالدولار، أقول لك لا يا سيدي، بس فقط تبقى فاهم إن ده ضاغط على ميزانية الدولة المصرية، على المصريين. المهم نرجع مرة تانية للزيادة السكانية ونسيب ألمانيا ونروح لإيطاليا. هنلاقي إيطاليا بقى لها 12 سنة ما زادتش ولا بني آدم واحد، بل قلت كمان. يعني كانت في 2012 عدد سكانها 59 مليون، النهاردة في 2024 نزلت ل 58 مليون، قلت مليون. نسيب إيطاليا ونروح لأقصى الشرق مرة تانية لليابان. هتلاقي عدد سكان اليابان دلوقتي 122 مليون بني آدم، لو رجعت 29 سنة للخلف هتلاقيها يعني لسنة 1995 هتلاقيهم كانوا 125 مليون، يعني قلوا 3 مليون، فعدد السكان بينزل مش بيزيد زينا. نسيب اليابان ونروح لأكبر دولة في العالم من حيث المساحة، لروسيا ذات نفسها، بتتكلم في مساحتها 17 ضعف مساحة مصر، 17 مليون كيلومتر مربع. هلاقي عدد سكان روسيا 144 مليون، ولو رجعت ل 29 سنة للخلف هتلاقي عدد سكان روسيا كانوا 148 مليون، يعني نزلت 4 مليون بني آدم ما زادتش. فهي دي القصة، قصة لو انت عايز تعيش وتاكل وبس، يبقى يا سيدي خلف 20 عيل ومحدش هيقدر يكلمك. لكن لو انت عايز تحس برفاهية، تحس بحياة كريمة، تعلم ولادك صح، تدخلهم مستشفيات صح، سكن صح، مواصلات صح، وظائف صح، كل شيء يكون صح الصح، لو عايز كده يبقى نفكر بالعقل في حالنا، ومش هنخترع الطريق من أول وجديد أو هنخترع العجلة زي ما بيقولوا، لا، الطريق واضح، سبقتنا ليه دول متقدمة سواء في الشرق أو حتى في الغرب، سواء في الصين أو اليابان أو حتى في دول أوروبا. وطبعا دور الدولة مهم جدا في القصة دي، زي ما بنقول دايما، اللهم يا محول الحول والأحوال حول حالنا وحال بلدنا إلى أحسن حال.